اهلا وسهلا مشاهدينا. الشيخ صلاح الجيلي، العطر الذي لا يزول. الحديث عن الفنان الراحل صلاح من البادية، منطق آخر في اختيار الكلمات وحتى يعني التعبير بشكل مختلف. رجل قام في أمور كثيرة. يعني الفنان لا يطلق عليه فنان لو ما اجتمعت فيه نقاط معينة، الإنسانية والتواضع والتعامل مع الآخرين. هذا الرجل الذهب الذي لا يصدأ، كونه أنه يكون قادر على يعني تواجده في القمة لسنوات طويلة جدا. صلاح ابن البادية هو الفنان القامة وفنان الأجيال، وفقدانه يعني أثر كان ما بس على الأمة السودانية ولكن أيضا على الأمة العربية والأفريقية. بمعنى آخر فنان فعلا عنده رسالة معينة، والمحب للفنان الراحل صلاح ابن البادية يعلم هذا الكلام بشكل أكبر وأكثر. كل ما نشاهده أو نسمع لصوته المختلف والمميز بتشعر بحالة من الشجن أحيانا وحالة من الفرح. رحم الله الفنان الكبير صلاح ابن البادية. وطبعا عندنا محطة يعني أولى كما ذكرت لكم مشاهدينا ذكرى رحيل الفنان الكبير صلاح ابن البادية، نتابع وراء المشاهدين. بأتفه الأسباب
كتير. كم جئتي أمسي وكم تعللتي؟ لو قلتي إنك لست آتية أسكت بي أني رانا لو قلت إنك لست آتية أسكت بي أني أرانا لو قلت أعبر المدى. له الرحمة والمغفرة، صاحب من البادية قامة فنية وإحساس عالي وتطريب وشجن، بالإضافة لمشاركته الكبيرة جدا سواء كان على المستوى المسرحي أو حتى على مستوى السينما في الدراما، سواء كان بالداخل أو حتى كمان بالخارج. إنسان متدين وله محبة خاصة في قلوب الشعب السوداني. فعلا الحديث صعب أن ينتهي عن العطر الذي لا يزول، كما أحببت أن أطلق عليه يعني صلاح من البادية. تشرفت بأيضا عمل حوار معه على شاشة قناة النيل الأزرق. كمية الهدوء والتعامل الأنيق والراقي يظهر مدى التواضع، ويظهر كما أسلفت زميلة عائشة عن التدين، رحمه الله الفنان الكبير صلاح من البادية. نلتقي بعد الفاصل مشاهدينا وشركة شيكاليكا. Bye.